السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه اشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. مبروك لكل الشعب المغربي الشقيق اسود الاطلس، قدروا ان هم يتخطوا عقبه البرتغال النهارده وضربوا موعد جديد في نصف النهائي مع الفائز النهارده من المباراه اللي لسه هتتلعب ما بين فرنسا وانجلترا. اشد المتفائلين ما كانش يتوقع ان المغرب ممكن توصل ليه وصلت ليه ده، ولكن بعزيمة وإصرار والتخطيط الجيد والتخطيط السليم لكل خطوة هي اللي وصلت إن المغرب حاليا في نصف نهائي كأس العالم، منتظر هيقابل مين. وممكن لو فضلت بنفس الإصرار وبنفس العزيمة الكورة تقدر تكافئهم، ممكن نشوفهم في نهائي كأس العالم إن شاء الله. أداء رجولي من أول يوم في البطولة، شايف التركيز والإصرار في عيون لعيبة المغرب. الاتحاد المغربي بيخطط صح من الأول، عارف لعيبته عشان يوصل بيهم انهم ينافسوا في مستوى عالي لازم تكون اللعيبه بتاعته دي اصلا بتلعب في مستوى عالي، ويعرف ان هو يجيبهم من وسط الظروف اللي جاي منها نجوم العالم علشان يقدر ان هو ينافس ويقدر يحقق اي انجاز واي شرف لاي عربي ان المنتخب المغربي يقدر ان هو يوصل اللي هو وصل ليه النهارده. شايفين الوطن العربي كله من المحيط للخليج ملتف دلوقتي ورا المغرب، بيساند المغرب وبيدعمها، لان المغرب جاي بإصرار وبروح العرب علشان هو ينافس، ومش يروح كضيف شرف او يحقق اللي هو خلاص انا رحت كأس العالم فمش مطلوب مني اي حاجة، هلعب الماتشين وبعد كده اروح واريح دماغي واسمي تمثيل مشرف في كأس العالم. لا، لعيبة كان عندها إصرار من اول يوم ان هي لازم تفوز، بغض النظر عن اسم المنتخب اللي انت هتلعبه، بغض النظر عن فرق الامكانيات بتاع المنتخبات اللي انت هتقابلها، بالإصرار وبالعزيمة وبالتخطيط السليم مش ماشية جهجهوني. ما ينفعش مثلا انت تبقى نزل بتلعب قدام فريق هجومي انت كمان تنزل تهاجم، لا لازم تقفل. شفنا ماتش تاريخي من المغرب قدام اسبانيا، كان اسبانيا مسيطرة على الماتش بالطول والعرض، لكن قدروا ان هم يقفلوا كويس وقدروا ان هم يلعبوا تحت الكورة ويسمعوا تعليمات المدرب وينفذوها. كان التوفيق حليفهم في النهاية وقدروا ان هم يتخطوا اسبانيا، دخلوا على البرتغال ما كانش اهمهم الاسماء وان كريستيانو رونالدو موجود في البرتغال حتى لو موجود على الدكه، لعبوا لعبهم. ياسين بونو متالق جدا من اول البطوله قادر ان هو يشيل المغرب، وده حاجه تثبت لك ان فعلا حارس المرمى اكتر من نص الفريق، لعيبه كلها كانت على قلب راجل واحد. شايفينهم بيصنعوا تاريخ مش بس للمغاربه ولكن تاريخ للعرب كله في كاس العالم. من كل قلبي مبروك لمنتخب المغرب العربي الشقيق، منتخب فعلا يخليك تشعر بالفخر وانت بتتفرج على الانجازات اللي هو بيحققها والمشوار اللي هو ماشيه في كاس العالم في قطر 2022. ديما المغرب، ان شاء الله نقدر نشوف المغرب في النهائي لو ربنا كاتب لهم كده. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل شير. سلام.